حتى الآن هنالك موافقة بطبيعة الحال على تسقيف أسعار الغاز، هذا بطبيعة الحال بالتعاون مع مجموعة دول السبع. اليوم يتم النقاش بهذا الخصوص، علما أن التاريخ المحدد 5 ديسمبر لوضع سقف لأسعار النفط الروسي هو التاريخ المحدد أيضا لوقف 90% صلاح من صادرات أو من واردات النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي، تستثنى نسبة 10% هي النسبة التي سمحت للمجر ولبلغاريا باستيرادها، باعتبار أن المجر على وجه التحديد ليست دولة بحرية وبالتالي تحتاج لاستمرار العمل بأنابيب النفط الواردة أو بواردات النفط الواردة من روسيا إلى المجر من خلال الأنابيب، علما بأن هذا الاستثناء فقط لعامين قابل ممكن تمديدهما في حال توافق الاتحاد الأوروبي على هذه النسبة. بمعنى أن فكرة تسقيف أسعار الغاز هنالك توافق من قبل دول الاتحاد الأوروبي على هذه الفكرة، هنالك قبول، وأيضا هنالك قبول كما كان مقررا منذ شهر سبتمبر الماضي على إنهاء استيراد النفط بنسبة 90% صلاح من روسيا. الآن بخصوص الغاز، هنالك اجتماعات مستمرة على مستوى وزراء الطاقة الأوروبيين، يوم غد هنالك اجتماع، يوم 24 غدا هنالك اجتماع، في 5 ديسمبر هنالك اجتماع لتقديم خطة أوضح مناقشتها بطبيعة الحال يومي 14 و15 ديسمبر في القمة الأوروبية، بالإضافة إلى اجتماع أخير ربما قد يكون القرار فيه في 19 ديسمبر، علما أنه بالأمس صلاح كان قد قدمت كادري سيمسون وهي مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي خطة لتسقيف أسعار الغاز بالاعتماد على صندوق التداول الموجود في هولندا. صلاح، هذا الصندوق الخطة تنص على أنه في حال تجاوزت يتم البدء بتسقيف أسعار الغاز صلاح بالاعتماد على نقطتين. النقطة الأولى هو في حال تجاوز سعر الغاز 275 يورو للكيلو وات للميجا وات الساعة عفوا، وهذه في هذه الحالة فإن الاتحاد الأوروبي سيضع سقفا لأسعار الغاز بشكل مباشر ولمدة شهر والنقطة الثانية هي في حال أن الغاز المسال بالأسعار العالمية وفق التداول العالمي كان أقل أو كان أكثر من 58 يورو مقارنة بنسبة التداول مع الصندوق الهولندي، بأي أن هنالك نقطتان تحددان على وجه التحديد ما هي كيفية بدء الاتحاد الأوروبي بتسقيف هذه الأسعار، علما أن الأمور ستجري كما هي حتى الآن بدون تسقيف إلا في حال ظهر أحد هذان المؤشران. صلاح، بطبيعة الحال هذا حتى الآن مقترح يناقش يوم غد وسيناقش أيضا في 5 ديسمبر، بالإضافة إلى طرح هذا المشروع صلاح على القمة الأوروبية الشهر المقبل. سلام، إذا ما كان هنالك أي تفاصيل على هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو بأن البرلمان الأوروبي صوت بالموافقة على توصيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، هل لديك تفاصيل؟ نعم صلاح، الآن فقط بدأ التصويت أو ظهرت نتائج التصويت، بدأت على 12 عمليا بتوقيت بروكسل الواحدة بتوقيت مصر، كان هنالك إجماع، ليس لدي الأرقام بالتحديد صلاح حول عدد البرلمانيين الذين وافقوا على وسم روسيا بدولة راعية بالإرهاب، ولكن هذا القرار يناقش عمليا منذ 12 من أكتوبر، و18 كان هنالك طلب رسمي عمليا وجه من قبل أوكرانيا للاتحاد الأوروبية وللولايات المتحدة لوسم أوكرانيا لوسم روسيا بدولة راعية للإرهاب. بطبيعة الحال بلينكين كان قد رفض هذه الفكرة، ولكن البرلمانيون الأوروبيون اليوم وافقوا على هذه الفكرة، علما بأنه بحسب مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي يلفا يوهانسون كانت قد قالت بأنه لا توجد آلية ضمن الاتحاد الأوروبي لوصف دولة كدولة بحد ذاتها بأنها راعية للإرهاب، هذا مخالف لما هو موجود في الولايات المتحدة التي تسم عمليا 4 دول، كوريا الشمالية، إيران، سوريا، بأنها دول راعية للإرهاب، كانت ليبيا والعراق أيضا على هذه القائمة ولكنهما حذفتا من القائمة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي الآن يدرس في حال ما تبنى المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية هذا القرار البرلماني بالفعل، فإن هنالك دراسة لوضع آلية جاهزة بتكون تمكن الاتحاد الأوروبي من وصف فعلا بشكل رسمي ليس فقط على المستوى البرلماني صلاح. في هذه الحالة وفي حال تمت الموافقة من قبل المفوضية الأوروبية، هذا سيخول الأفراد المقيمين على دول الاتحاد الأوروبي من الأوكرانيين بطبيعة الحال، وأيضا الدول بأن تقدم أشخاصا للمحاكمة كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو حتى مسؤولين آخرين، بالإضافة إلى أن يتم طلب تعويضات
من قبل المحاكم الأوروبية، من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يرفعون دعاوي في المحاكم الأوروبية بأن يطلبوا تعويضات من الأصول الروسية المجمدة الموجودة داخل دول الاتحاد الأوروبي. إذن الآن هو قرار برلماني، ننتظر ما إن كان سيتم تبنيه من قبل المفوضية وهي المسؤولة، هي عمليا رئاسة الوزراء بالنسبة للاتحاد الأوروبي صراحة.